والناس انواع ذا صادق ذا خداع شاري وبياع كل لها اساليبه والناس انواع ذا صادق ذا خداع شاري وبياع كل لها اساليبه اقول لك طبعهم هكا عليهم صار اعجوبا اقول لك طبعهم هكا عليهم صار اعجوبا ومن توكى عليهم صار اعجوبا خليك حساس عالي الذوق والإحساس وساعد الناس في حاجات مطلوبة خليك حساس عالي الذوق والإحساس وساعد الناس في حاجات مطلوبة أقول لك حينها هكا يعيش أسكار لك الخيرات موهوبة أقول لك حينها هكا تعيش أزكى لك الخيرك موهوبة تعيش أزكى لك الخيرك موهوبة الله أكبر عليك فضحكنا فضحنا أفضح رحنا بداهي أصح أفضحنا يا بعلول أصح يا أبو الفضايح أقتلك أنت ولا كلمة ولا كلمة أنا متأكد إن أنا قتلته لكن أنا أتأكد أنا بتصل لماريا وأتأكد تأكد امسك بقى شك تأكد ماريا حبيبة قلبي ماريا هي مش قلتوا ليك إنه بكش يطلع بخير بس أنت كوني خلي أملك بالله وربك كريم الحمد لله رب العالمين عدت على خير الحمد لله هي من هذا؟ هذا بعلول الله عليك طيب ردي على شوف المجلس الو ها بعلول ايش تشتي ايوه حصلناه بالمستشفى بس حالته خطيره الحمد لله على سلامته الله يسلمك وانتو حصلتوا القاتل ولا عاده لا لا ما حصلناش كيف بدنا نحصله واحنا اصلا في بيت مقبل مصيره للمسك ويلاقي جزاته ان شاء الله يمتسك ولا يهمك يا ماريا إلا يمتسك وناخد طارق منه طيب قلته غريبة وكأنه في شيء وراها قال في بيت مقبل أوه وكا شعب ما يقلنا بالصمي يا مقبل ها متى عزور الآخرة قالوا شو أزور الآخرة لما يقتل أم مقتول وأم مقتول لما يقتل ضروري إننا أزور الآخرة أما دحين عاد أم مقتول ما قتل أي مقتول؟ أقول لك أم مقتول عاد أمامك المقتول اللي قتلكم مقامك؟ عاد أمامك ها موبا عم مقبل ها جهنا أنا موبا معك سجارة؟ ما بوش معك ولاعة؟ ما بوش رزم اهرزم وبك لجهنم شكلك عدك عطول عندنا عطول عندكم اي حسب الله وزعما والدنيا حق ابوك قلنا سيرة الله على دمه ايوه نعم عليكم السلام ورحمة الله مرحبا يا دكتور اهلا بك كيف فاق يعني ها الحمد لله بنقدر نتكلم معه الحمد لله طيب مسافة الطريق وأنا عندك يلا مع السلامة شوف يا عمي قسما بالله لو ما تجيب المفتاح الآن إننا لأنهيك من على وجه الأرض المفتاح عينه متأكدين أيوة. ايوه
رقم طوبه من الشباك. ها؟ اسمع انا عندي فكره. ايش؟ نكسر الباب ونخرج نهرب لنا قبل ما يجي يفضحونا. ودك نصيبي من الذهب. نصيبك من ايش؟ من الذهب. ايوه نضيله نصيبه من الذهب. خارجنا خلوه يسعفنا قبلنا. خلاص انا منتهي. لحظه ايش تشتو؟ نصيبك من الذهب. ايوه نسيت ان انا اللي خططت انا وانا اللي حاولت اقتل انا. لو تجي الشرطه او يفوق قاسم من بيتهمه غيري انا. اعقل وانت حتتوسط تديله الذهب. ها اصلا انت بتكون مقتول هنا. ليش حتقتله؟ عشان اكون انا وانت متهمين بجريمة قتل الشخص هذا. لا هذه تلحق هذه. إن جريمة القتل أكبر جريمة. أقول لك إبليس خرج أبونا آدم من الجنة. مو دخل إبليس بأبونا آدم. إبليس الله أكبر عليه. كل يوسوس 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 للإنسان يخلوه يكذب ويسرق ويقتل ويرتكب كل حرام. أقول لك إبليس هذا ينشر الفتنة بيننا. مو الحل يا عمو قبل. مو الحل. الحل إنه الواحد رجع لله سبحانه وتعالى ويبتعد عن السرقة والنهب والنص والكذب ويمشي على المشي الصح ويقتل عباد الله الصالحين المخلصين بالعبادة. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله على سلامتك يا عم قاسم. الله يسلمك يا ابني. نسأل الله يشفيك. ويشفي الجميع ان شاء الله. لأنك تعبان يا عم قاسم ما نشيش نطول عليك. باختصار نشتيك تقول لنا كيف هاجمك مفيد مقبل أمام بيتهم. مقبل ومفيد؟ أيوة. لا يا فندم لا. لا يا ابني أفدي قلبك. أنا رحت بيت مقبل. أول ما وصلت الباب كان مفتوح. رجع على اثنين سرق. واحد طويل ومعه أخرى طويلة يا فندم. والثاني عرومه عراب وشنب. بعدها أنا مسكتهم يا فندم. حاولت أمسكهم. أصيح سرق. سرق 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 ولا حد يقول لي منين. وبعدها فندم بدري الله خرجوا سلاح. واحد ما سمع الا القارح. ما ادرك يا فندم الا وانا هنا قبل المستشفى. يعني لا مفيد ولا مقبل. افدي قلبك يا فندم. مو دخل مقبل ومفيد. اقول لك سرق سرق يعني مش بريء يا فندم. اللي بعت لي الفيديو هو بعلول وهم الان متخبيين ببيت مقبل. واني خايفه يكونوا سووا شيء مفيد ولا قتلونا. لو كنت كلمتينا كلام الاول وانت دراني. لكن الان نتحرك ونقبض عليهم. ايوه اكيد بيكونوا بعلول وهاني. لكن الان بحرك دوريه ونتابع عملنا. مع السلامه. مفيد هذه اخر فرصة لك ولا اذبحك الان. تطبحنا؟ ايوه. ما رايك تخلينا ليوم العيد الكبير؟ العيد الكبير؟ العيد الكبير؟ آه؟ تمزح معانا؟ الان عقتلك لو ما تجيبش المفتاح واخرج من هنا وتخرج قبل ما يجوا يمسكونا. اتقول ولا؟ بعلول نقوم نكسر الباب ونهرب قبل ما يجوا يمسكونا. وديك نصيبي نهرب. نصيبك؟ ايوه. بعلول ايوه. مش وقت كسر ومش وقت نهب. غنم والله ما وقف فيني. بغى العاني والله انه بغى العاني. وانت شاهد انه ما كانش قصدي. غنم
غنم! يا بعلول! يا غنم! افتحوا الباب سلموا انفسكم! الشرطة! الشرطة قاد! يا سلام الشرطة قاد! الشرطة! الشرطة قاد! بص ولا كلمة! أنا أخرج! أخرج! وعيش! البيت محاصر من كل الاتجاهات! افتح الباب وسلم نفسك للمرة الأخير! عسكري! اكسر الباب! قم يا حيوان! سلم نفسك! جريمة قتل! عسكري! شلطك! الصور هذه القبيحة إن شاء الله. مع السلامة. ارحمني. هي السلام عليكم يا حقاسي. عليكم السلام ورحمة الله. وفي استوابك كده؟ يا ماريا الصرخ والنصابي اللصوص أهانونا وضربونا الحمد لله على سلامتك الحمد لله على السلامة الله يسلمكم الله يسلمك عم قاسم الحمد لله على سلامتك يا حق قاسم والله ان احنا اتجعنا عليك كثير وانت يا بنتي الله يطمنيك بأبوي ويجيب لك اللي بنفسي وابشرك يا حق قاسم غريمك قوي بالسجن الله يبشرك بخير الله يبشرك ويبارك بك وانا والله 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 ما انسى وقفتك انت وابنك طالما انا على قيد الحياه والله وقفتوا معانا وما قصرت وفيت والله انه قلبه ابيض ورجال يستاهل كل خير الله يحفظك يا عم قاسم والخير ما فيك الا من عندك هيا نقرا الفاتحه بنيه الشفاء اسمع انا اقول لك اسمع ملا يا مقبله في قلبك مو شوف يا مقبله انا دخلت المستشفى مرتين والله اعلم وانا ما معي الا ماريا زهره قلبي افدي قلبه وانا اشتي اعمن عليه وما بحصلش رجال محترم وبالناس مثل مفيد هات ايدك يا ابني يعني مو قصدك يا حق قاسم ماريا لمفيد الخبر هذا ما اتفقناش عليه تات وقف التصوير احنا ما اتفقناش على هذا ماريا لمفيد ومفيد لماريا منو قال لك الخبر هذا لا صدق لا صدق امزح لا صدق ما سمعتش قول الشاعر مقال مقال أماريا انت الذي قنت لمفيد ومفيد قهولك وقسما بالله الفاتحه يا ابني اقول لك اجزع بعدين بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أخذ الإثباتات والأدلة الجنائية يتم تحويل الجاني إلى النيابة العامة لاستكمال بقية الإجراءات مع الجاني المدعو بعلول وبهذا أقفل المحضر
في حينه وتاريخه. عسكري شلوا الحبس. أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا بنور العين وقرة العين حبيبة القلب ماريا. أهلا وسهلا نورتينا أمانة قبل كثير وأنا مراعي متى تكوني هنا. يا مرحبا يا مرحبا. تفضلي تفضلي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تفضلي اهلا وسهلا. ماريا الله يسرش يخلصش من كل عين. ماريا الله يسرش يخلصش من كل عين. بتبلش وبخذ بجنبش مثل ورد تفتح. دخلت القاعة بالسيف، خزيتني قدام صحباتي. منو اللي قابلك يا؟ داخلين معركة. ايش يعني؟ يعني أي واحد من أسرتك يشتي حق الخالة ولا حق الجدة ولا حق العمة حرام طلاق لخرج له بالسيف هذا. واني؟ وانت لو قلتي تشتي حق الستاشة حرام طلاق. حرام طلاق ايش؟ حرام طلاق لا جيبالك. يلا افتشي افضل القليل. خرب الشغلة. الولد دقى. ما تشتي يابا. ما لا افتح لي الباب وامو فين. الولد دقى. حرام طلق مفتاح. لبكة. هكا. أنواع ذا صادق ذا خداع شاري وبياع كل لها سليمة. والناس أنواع ذا صادق ذا خداع شاري وبياع كل لها سليمة. أقول لك طبعهم هكا ومن توكا عليهم صار أعجوبة. أقول لك طبعهم هكا ومن توكا عليهم صار حساس عالي الذوق والإحساس وساعد الناس في حاجات مطلوبة. خليك حساس عالي الذوق والإحساس وساعد الناس.